واخد الطالب اسلام محمد ضيف الله طالب بالثانويه العامه وقدم تظلما. يا اسلام اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. قول لي يا اسلام تظلمك ايه، خاصه ان انا علمت ان تظلمك غريب شويه. ايه التظلم؟ انا يوم ما طلعت النتيجه وان اول امتحانات انا في امتحانات الحمد لله كويسه معايا، وكنت دايما برجعها من نموذج الاجابه، وكنت متاكد من حلي، وكنت يعني حتى لو بزياده لو حنطق كان 6 درجات. فجاي يوم النتيجه يوم ما طلعت جيت اتفاجئت ان مجموعي كان 47% و8 من 10 وشايل 3 مواد وساقط مجموع. فرحت عملت تظلم في اسيوط، فاللي هو المفروض احنا بنروح هناك من الاقصر. فادوني صوره طبعا من الكراسه بتاعتي اللي هي بتاعت الاجابه، كان اسمي من قدام اللي هو ورقه الولاد بيانات اسمي ورقم جلوسي وكده، خط لي وقلت تمام بتاعي. فتحت بقى الكراسه من جوه اللي هو اشوف اجابات الاسئله وكده، كان مش خطي خالص. لا خليني هنا بقى يا اسلام، يعني دلوقتي كراسه الاجابه اهي، الورقه الاولى اللي فيها اسمك دي بتاعتك. بتاعتي قلت ده خطي. اللي جوه مش بتاعك، مش خطك؟ اللي هي الاسئله واجابات الاسئله وكده بقى الامتحان. ايوه. ده كان مش خطي خالص، والخط ده كان ثابت في كل المواد، انا عملت في كل المواد تظلم. اصل ده يعني ده في كل المواد؟ انا عملت تظلم في كل المواد، وكان الخط ثابت في كل المواد، ان هو خط مش بتاعي، لكن الغلاف من بره بخطي واسمي. لا يعني ده مش في ماده او اتنين، ده في كل المواد؟ لا انا عملت تظلم في كل المواد. اصل انت بتتكلم يا اسلام، انت عارف معنى كده ان في حد بدل خطك او انه استبدل بطريق الخط، بس في كل المواد خطا ايه بقى كده؟